بعد سنوات على نيلها شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة حضرموت، تأمل أمل باقص أن تكون أملا للنفس والمجتمع وتنجح في الحصول على فرصة عمل تتناسب وتخصصها الدراسي، فرصة لربما قد تجدها هنا في هذا المعرض الوظيفي الذي أقامته منظمات مجتمعية يعمل البعض منها في مجال مكافحة البطالة لدى مخرجات الجامعات والمعاهد التعليمية بالمحافظة. بداية وضعنا كخريجين كل تخرج من جامعة معينة، وكان صراحة الوضع متعب بالنسبة لنا. أنا خرجت 2017 وأتمنى كنت من هذاك الوقت أني أحصل وظيفة مناسبة لي، فعشان كذا إحنا اليوم جينا للمعرض الوظيفي ومتمنين أن إحنا نحصل وظائف إنها تعيننا. يعني في البداية إحنا كنا يعني شبه تايهين، فالآن المعرض الوظيفي هذا بإذن الله بيوفر لنا وظائف نقدر نعيل أسرنا فيها ونقدر نوفر فيها ونبني مستقبل. هذا المعرض الوظيفي هو في الأصل ثمرة برنامج تدريبي يسعى منفذوه إلى مد يد العون ومساعدة الشباب الباحثين عن العمل عبر تأهيل العشرات من خريجي المؤسسات والهيئات التعليمية بمختلف مستوياتها وتدريبهم على المهارات الوظيفية الأساسية كخطوة أولى قبل أن يتم ربطهم مباشرة بأرباب العمل ومندوب الشركات والمصانع المحلية. فكرة مشروع دلني على السوق الذي هو بتمويل من رنية اليمن وبشراكة تنفيذ بين نادي الخريجين وشبكة قادة للتنمية هي تدريب عدد 40 خريج بالمهارات الوظيفية، كيفية كتابة التقارير، كيفية جهاز المقابلة الشخصية إلى آخر المهارات الوظيفية. أول ما نشرنا الاستمارة تشارك معنا تقريبا 270 شخص، هذا يوريك أن الشباب حاب أنه يشتغل وحاب أنه توفر له فرص وظيفية. استهدفنا الشباب على معايير محددة، خريجين بكالوريوس حاصلين على درجات معينة، بحيث أنه نحاول نكسب الشباب مهارات وكيف توصيلهم إلى سوق العمل، كيف نخلق فرص وظيفية حقيقية. اليوم معنا 15 جهة، شركات، مصارف، بنوك، معاهد، للأمانة معنا 26 فرصة وظيفية وفرناها. ومع ندرة الفرص الوظيفية التي يمكن أن يسهم البرنامج في توفيرها، إلا أنه يشكل بارقة أمل للكثيرين ممن أصابهم الإحباط وأوشكوا على فقدان الأمل بالعثور على فرصة عمل في بلد تلتهم الحرب والبطالة شبابه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.